شوية هيك شوية هيك. لا مو هيك مو تعال 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 واحد فيس سكرنا العراق تعال محمد طلعنا مظاهرات احتجاجا على فساد المفوضية وتسويفها وهي خاضعة للسلطة السياسية وخاضعة إلى المفسدين. فطلباتنا محددة بأولا تغيير المفوضية إلى مفوضية مستقلة من التكنوقراط غير مرتبطة بالأحزاب وغير مرتبطة بالسلطة التنفيذية أو السلطة السياسية اللي بالبلد. النقطة الثانية تغيير قانون الانتخابات إلى قانون عادل يضمن التمثيل الحقيقي للشعب العراقي، وهذا القانون يعني يفضل أن يكون من الدوائر المتعددة ومن الشخوص ويمنع توريث الأصوات، وأيضا يكون يعطي حق للإنسان بعدم تحويل صوته إلى مرشح آخر. إلى المنصة طيلة هذه الأعوام لم يكن يأتي إنصاف الشعب وفي كل سنة يبيع نقطة من المحاصصة ثالثا تغيير الاعتصام حتى يتم القضاء عليه كاملا يا ابو الصلاح للعدل.